بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نواصل شابتر 4 لكتشر 4 ونحل إن شاء الله اليوم سامبل بروبلم 4-1. هذه السامبل بروبلم يعطينا هذا البلين أريا، هذا البلين أريا الموجود عندنا هنا. يقول لك أعطيني الفيرست مومنت with respect to y and x، ويطلب منك اللوكيشن اوف سنترويد اللي هو مكان المركز الثقل تبع الجسم هذا. اولا هنتبع اللي هو الكومبوزيت، نقول انه هذا كومبوزيت اريا، نقسمه الى، لاحظ هناخذ اولا ريكتانجل، هذا هنا هذا عندنا اللي هو ريكتانجل مستطيل هذا، بعدين هناخذ المساحه تبعه، هل هو حيضاف او حيحذف؟ لا، وما دامت مساحته موجوده هنا فهو حيضاف، حنحط هنا انه مساحته حتكون بالبلس. طب الاكس بار، لاحظ انا هنا المرجع عندي هنا، هذا هو المرجع عندي، إذن البداية هنا المركز تبعه حيكون موجب ولا سالب؟ لا، حيكون موجب، لأنه حيكون باتجاه الموجب بالنسبة للإكس بار والواي بار، نفس الشيء كلهم موجبة. بالنسبة للمثلث، لاحظ معي هنا جيدا في هذا المثلث، هذا المثلث طبعا مساحته مضافة، لكن الإكس بار تبعه فرضا أنها موجودة هنا، الإكس بار تبعه في اتجاه الموجب، في اتجاه الموجب. الواي بار تبعه، لاحظ هل هي في اتجاه السالب موجب او اتجاه السالب؟ لا، الواي بار تبعه هي تحت في اتجاه السالب، اذا حيكون سالب. سيمي سيركل، هذا نصف الدائره الموجود عندي هنا حيكون بالموجب، طبعا الاكس بار تبعه والواي بار، الاكس بار تبعه والواي بار تبعه حيكون في اتجاه الموجب، اذا بلس بلس. الدائره الموجوده عندي هنا المساحة تبعها هل هي مضافة أم محذوفة؟ نحن حنحذفها، إذا في المساحة حتكون بالسالب، لكن هي في اتجاه الموجب، إذا حتكون الإكس بار موجبة والواي بار موجبة. بعدين المفروض نجمع كل المساحات هذه ناخذ نتيجتها. نشوف هنا قلنا إنه هذا هو الشكل العام، المربع هذا أضفناه ونضيف عليه المثلث الموجود هنا تحت، ونضيف عليه نصف الدائرة الموجود عندي هنا. نضيف على نحذف من الجميع، لاحظ حذف من الجميع اللي هو الدائرة، لاحظ هنا حسبنا المساحات اللي قلنا من شوية، هنا طبعا جبنا سالب لأن حذفناها. الإكس بار كيف جبنا 60 والأربعين؟ لاحظ هذا المستطيل اللي هنا طوله كم؟ طوله 120، إذا الإكس بار تبعه 60، قديش الهاي تبعه؟ 80، إذا 40. بالنسبة للمثلث الموجود عندي هنا قديش طوله؟ البيس تبعه 60، إذا الواي بار تبعه حتكون كم؟ حتكون 60 قسمة 3، إذا لاحظ 60 قسمة 3 هذه هي الواي بار وقسمناها على 3 وهي بالسالب، إذا الهاي تبعه الارتفاع تبعه كم؟ 120 قسمها على 3 تعطيك كم؟ تعطيك 40. تسوي نفس الشيء بالنسبة للدائرة هذه كلهم. وهنا ايش تسوي؟ تاخذ الاكس بار هذه تضربها في الاريا، هذول الاثنين يعطوك ايش؟ هذا نجمعهم كلهم يعطوني اللي هو الكيو واي. بعدين ناخذ الواي بار نضربه في المساحه يعطيني واي بار في اي، ونجمع الجميع هنا يعطيني اللي هو الواي اكس. طبعا هذه مجموع المساحات جمعناها اعطتنا نتيجه. الاكس بار ايش تساوي؟ نحن نعرف اصلا انه الاكس بار اذا ضربناها في مجموع الاريا انها تساوي الكيو واي، اذا الاكس بار ايش تساوي؟ تساوي الكيو واي مقسم على مجموع المساحات. انتبه للوحدات، اذا الاكس بار تساوي 54، نفس الشيء الواي بار اخذنا الكيو اكس قسمناها على مجموع المساحات اعطتنا 36. اذا الكونكلوجن هنا الخلاصة هو انه مركز الثقل تبع هذا الشكل أو السنترويد تبعه يبعد عن النقطة هذه في اتجاه الأمام هنا كم؟ 54، وفي اتجاه الأعلى في اتجاه الواي أكسس يبعد 36.6 مليمتر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.